السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيراكم دايرين لاباس؟ فيديو صغير بغيت نعاون كاين الناس اللي تجي هنا لونوب، راهم كاين لهم مساكين راهم يخسروا دراهم كبار وكاع ما وصلوش وكاع. غادي نعاونكم بحاجه بالك تفيد ان شاء الله، بالك هذا الفيديو يفيد بزاف الناس العاشي. ان شبيك مرحوم تسمو كاينه عفسه باش تجي للانجليز، تجي على اساس تقرب ايتيديو. ايتيديو هنا في الانجليز ساهله باش يعطوك الفيزا، وكاين في البلاد بزاف ما يعرفوهاش. كاين في البلاد مساكين راهم يخسروا دراهم كبار، مع باش عم يخسروا باش يحرقوا، راهم يجيو يحرقوا، راهم يريسكوا كراع في الماء وكراع برا مساكين. شافوني قلت والله ان اعطيهم هاد ليدي، خاش هاد ليدي سبحان الله لا ساهله باش يجيو باذن الله. تدفع يعطوك ماشي مشكل، هي تدفع على دوموندي تاشيره تاع ايتيديو. دوموندي تاشيره اللي يهضر مع اللي قرا قارينه يحوسوا يعطوها، يحوسوا يخرجوا الخارج. ماش نهضر اللي جامي يقرا ولا ما فا لقيت تكون عندك اي امباس في البلاد، اذا تكون في التيرمينال ولا تكون في الجامعه. هذه هي اوكي. غادي نعطيكم دوموندي تاشيره في لاجيري، دوموندي تاع الانجليز على اساس غادي تجي الانجليز تقرا تاشيره تاع ايتيديو. التقرا غادي يطلبوا فيك واحد 3 شروط. الشرط الاساسي هو انك تكون عندك الكوليج يستقبلك، راك راه قابل بيك باللي غادي تجي تقرا هنا. هذه هي تما، هذه هي خاش غادي يعطيك الشهاده باللي قبلك، باللي راك هنايا، باللي يبقى كواليفيكيشن كيما راه مقابلينك باللي غادي تجي تقرا هنا ماشي مشكل. هذيك هي اللي تدفع معاها باش يعطوك التاشيره، هذه قريب 70% شرط اساسي باش يقبلوك. هذيك هي الكوليج. هنا الكوليج كاين بزاف تاني ما يعرفوش مساكين، الكوليج ما يطلبش بزاف. الكوليج غادي يطلب لك واحد 500 باوند انجلش ماني ولا درهم تاع الانجليز، ولا ما على باليش انا في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر، باش عادي في الجزائر تكون واحد 10 ملايين ولا هذا مكان باش تخلص كوليج. تخلص الكوليج تاعك والكوليج تخلصها اونلاين، ما تسحقش واحد يجي تخلصها. لك راه عندك كارطه تاع بي، بعد غادي ندير لكم عليها فيديو. هذه تخلص بالكارطه تاع البونكا، كاين بزاف اللي عندهم كارطه تاع بونكا في لاجيري. تنجم تخلص بالباي بال، ولا تنجم تخلص مع على بالي سقسي واحد عنده كارطه. بزاف اللي عندهم في لاجيري دوك ماناش كيما بكري، في لاجيري بزاف اللي عندهم كارطات تاع الكارت بونكار، تنجم تعطيه دراهم ويخلص لك ماشي مشكل. هذه هي تخلص الكوليج، والكوليج يرد لك الخبر على 2 ويكس ولا 3 ويكس ولا يرسل لك اللاتا ولا كيما نقولوا البريه اللي قبلوا لك، باللي قبلوا لك باللي تقرا. هذيك تدفعها مع الدوسي تاع الفيزا في بلادك، ما على باليش تونس ولا وينها بلاد لك والله مصر ولا تدفعها هذا مكان. والكوليج غادي نعطيكم نصيحه ثاني، كاين الكوليج كاين اللي يبغي يجي لندن، لندن غاليه بزاف. كاين هذه ثاني في البلاد ما يعرفوهاش، هذه ثاني نصيحه شابه. اللي يبغي يخلص كوليج يخرج من لندن، يدير برمنغهام ولا ليق الولايه تكون صغيره دراهم كوليج ما يدوموندوش بزاف، والمعيشه تماك مليحه. ومن بعد لا عطاوك التاشيره تنجم تنقل لندن تجي تبدل كوليج ولا هذيك هي تما. غير باش تتبع رخا كاين اللي ما عندهاش دراهم، غادي نقاري شويه تما دوموندي من الاخر هذا مكان. وتخلص الكوليج، الكوليج قبل لك. وكاين الشرط الثاني هي اللي يكون عندك سبونسور، خاش حنا عندنا في البلاد بزاف مساكن اللي زيتو ما يخدموش كيما الاوروب، ولا تقرا تخدم في لاجيري ولا في كاش بلاد ولا الناس ما تخدمش نورمال. دير سبونسور، دير بوك بلي كي دير بوك بلي هو غادي يخلص عليك، نقفل له الكونت ولا ما بيش يدير عنده دراهم ولا بالك عنده دراهم. دير عمك، دير مع اللي يكون واحد من الفاميلي زعماك بلي راه هو اللي سبونسرك، هو اللي يصرف عليك مالك تقرا، هو اللي غادي يصرف عليك بلي غادي يجي الانجليز. تسمى يسحقوا لي بريف، هذوك لي بريف غادي يوقع له بانك اكونت ويكون عنده دراهم في الكونت، وانت ولا تحط له ولا كش واحد يكون خدام ولا فونكسيونير تحط له دراهم، وهو يدير لك بلي بروفي لك بلي زعماك انا غادي سبونسري ماشي مشكل. خاش كون تحط لهم نتايا غادي هذا ثاني فكرت حاجه. كاين تاني بزاف في البلاد يدير هو ايتيديو ويغون في ليكون تاعه، يدير بلي عنده دراهم كبار، هما تاني يشكوا يقول لك هذا دراهم مين جاي، يعرفوا بلي تكذب انت عمرك ولا خدمت. هذه تاني الغلطه بزاف اللي ما عندهمش تاشيره ايتيديو. حذاري وحرزوا روحكم، ما ديروهاش هذه، ما ديروهاش بلي عندكم الدراهم، ديروا بلي وخت اخر هو اللي سيبورتيكم. يقولوا لك انت عندك 20 ولا 23 ولا هذا الله شاء ايتيديو، مين جبت دراهم انت حادو وين سيفن، كاين في الزيرو ما عندهاش تلقى خدام وما عندهاش الدراهم. تسمى هذه ما ديروهاش. والشرط الثالث هي والاقامه تاعك كي تجي هنايا، ولا الساكن كي نقولوا بالعربيه، الساكن اللي كي تجي هنايا اللي تدبر بلي زعما غادي تقعد، واقيلا يدوموندو 3 شهور
هي دوموند 6 شهور ولا ماكسيموم 3 شهور. بصح هذيك سهله، هذيك تنجم عندي لك ولا ارسلوا لي ندرس لكم دي ويب سايت ولا البلايص وين تلقى سكنه، ولا تنجم تكري، وكي تكري تكري 3 شهور ما غاديش تخلصها 3 شهور، هو يحط لك في الورقه بلي غادي تسكن عندها 3 شهور ولا باش ديباني ولا غادي ديماري معاه، وبصح تخلص غير بالك تخلص سيمانه ولا تخلصها ديبو. كاين اللي ناس بلا حوار تخلص انت وزهرك، ولا كاين تخلص شهر عند غير باش تكوفري شهر وكي تجي تخرج للرست. هذه هي تسمى عندك السوالة، عندك الكولج، تخلص الكولج من بلادك ويسلو لك الورقة تعمر بها وتخلص دبر باللي سكنة باللي وراك جاي. ولا كاين تاني حاجة أخرى، كاين اللي يكون عنده فاميلي هنا، كاين اللي يكون عنده خوه فاميلته خاله ما على باليش يدير باللي جاي عنده. تعطيني حاجة شابة باش شو غادي نعطيكم انا بالديتاي زعما خاش في التاشيره تاع لي زونغلي تغلط حاجه والله ما ديها اللي تكون تاني اللي تكون تخمم كيما هما باش دير التاشيره، باش تجي عند واحد ساكن هنا عنده خاش هنا السيستم بالك كاين غادي يتفرجوا هذا الفيديو يعرفوا كان هنا عايشين في شنابر يسكن في شومبرا كاري شومبرا ولا مشي ابارتمون ولا هو بروحه عنده وين يحطك، يحطك فوق راسه ما تنجمش يلقيك واحد يكون عنده سكنه ولا تكون عنده كونترا باللي تاع السكنه على اسمه، باللي هو ينجم يكتب لك ورقه ويقول لك باللي يكتب لك ورقه اسمحوا لي يكتب لك ورقه ويقول لك باللي زعما راه جاي يسكن عندي. هذه هي. والشرط الثالث هي يقول لك يكون عندك سبونسور باش يعاونك. هذه هي هادو ثلاث شروط، وتعمر فورميلا مع باش انا فورميلا تاع والله ما على بالي انا فورميلا تاع تاشيره في الاخر، تعمره نيشان تعمر كولاج من قريت واضح كلش. تحط لامبريه، تحط لهم كيسموا بلي بريه بلي كولاج قبلك بلي عندك وراك رايح وكا باذن الله يعطوك تاشيره نورمال صاحبي ما تقبل مالو. كي تجيب تاشيره خير ما تجي حراق هناك وتدخل هنا بتاشيره يتحلوا لك بزاف بيبات، تنجم تخدم تنجم ايتيدي هنا ينجم يخدم 20 ساعه، تنجم تتزوج فاسيلمون ما تروحش للبلاد ولا تروح لاخر، تنجم بزاف صوالح ما على باليش، تنجم فواجي تما يكون عندك حق اللي راه حنا داك واعط وصاي نورمال تقرا نورمال، وتنجم تقرا 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 ما كاش غير حبسك كل عام تنجم تزيد، تنجم كي تدخل هنا تنجم دير دير فونداسيون كاش حاجه كاش كورس ولا تنجم تقراها ولا كاش شعبه ولا كيما نقولوا بالعربيه تنجم تقرا حاجه وحده اخرى. هذه هي. ولا وثاني وكاين ثاني تغيب له يقول لك انا ما عرفش لونجلي باش نجي هنا، ولا انت كي تضم التاشيره تاع بلاد اوموندي باللي غادي تجي سيرتو اللي قاري ليترال وكاع باللي غادي يتعلم اللغه بزاف هنا يجوا في الدول كيما البرازيل كيما لاتينوس كاع امريكا اللاتينيه ولا كسمو الخليج العربي ولا كيجيو هنا دوك يجوا يتعلموا غير لونجلي، انت دير غير باللي تعلم لونجلي هذا ما كان تعلم لونجلي عام ولا 6 شهور نعاود نولي. هذه هي نورمال تسمى غير على اساس غير باش تدخل. هذه اسهل حاجه ديرها والله العادي، تنجم واحد مسكين يجي يجي يديرها ما كاش حاجه كسمو باش يروح يحرق، لا عنده شويه عذران باش يروح يريسكي ويحرق ولا يقعد عايش حراق ما مشي افر. هذه افر شابه تجي هنا بكواعطك وتصبح خدام وتصبح بكواعطك عفسه شابه. هذه هي النصيحه اخوتي اللي بغيت نقولها لكم، والله لا جاتني انا والله غير بغيت نعاون خاش انا ما كاش اللي يعاوني انا في الجينيراسيون تاعنا كي جينا حنا نحرقنا حرقنا هو حرقنا ونحرقنا فاهم ماك الله كواعط لا والو. بصح هادو اللي غادي يجيو جدد مليحه اومون تعطيهم دي زيدي فاهم، ديجا يربح 6 سنين ولا 7 سنين باش يروح حراق يقعد في فرنسا 6 سنين ولا يروح اسبانيا ولا اني بلد اوروبي يقعد حراق باش يدير كواطا يجي ديريكت عندها ام باز ما يغبنش كاع ان شاء الله من تماك وزيدي واصل. هذه هي. وغادي نحط لكم الكولاجات اللي نعرفهم هنايا غادي نديرهم لكم في الديسكريبشنز وانتم كونتاكتوهم خوتي وخواتاتي. اي والله يسهل شباب نقول لكم انا هذه هي ان شاء الله، ان شاء الله هذا الفيديو ان شاء الله يكون ان شاء الله يعاون بزاف الغاشي وان شاء الله نتعلم فاهم واحد على باليش واحد مد نصيحه قد ما نجم. هذه يا اخوتي بارك الله فيكم. اي سلام عليكم.